إذن رجعنا معكم مشاهدينا إلى أولى لقاءاتنا في صباح الخير يا كويت. الحديث عن التشخيص نقول ما هو بالأمر الصعب لولي الأمر، حيث يدرك أن المطلوب منه هو تهيئة الطفل وليس شرح الجانب التقني من الاختبار أيضا. أكيد أسماء، مركز تقويم وتعليم الطفل يلعب دور هام وفعال في التشخيص المبكر للطفل. في تفاصيل أكثر إن شاء الله راح تكون حول هذا المركز. يسعدنا أن تكون معنا في الأستوديو الأستاذة منتهى الحمد، نائب رئيس وحدة التشخيص بمركز تقويم وتعليم الطفل. يا حياك الله ويسعد صباحك. الله يحييك حبيبتي. حياك الله معنا أستاذة. يعني قبل لا ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، والأهل دائما عندهم استفسارات ودائما عندهم القلق ويحبون أنهم يعرفون إذا كان الطفل عنده مشكلة أو لا، لكن خلينا نشرح للسادة المشاهدين طبيعة عمل مركز تقويم وتعليم الطفل أيضا. مركز تقويم وتعليم الطفل جمعية نفعام تأسست من أكثر من 35 سنة، تخدم الهدف الأساسي منها تخدم طلبة صعوبات التعلم، ومن الخدمات اللي تقدمها التشخيص بالإضافة إلى برامج علاجية حق برنامج علاجي اللي طلبت برنامج صباحي تقدمها وبرنامج المسائي. جميل هذا جداً. بالنسبة حق المركز بشكل تعريف بسيط. بشكل عام معا. يعني أستاذة منتهى نتكلم بشكل مفصل عن الخدمات اللي يقدمها المركز بشكل عام. الخدمات اللي يقدمها مركز تقويم تعلم الطفل كثيرة. أول خدمة وهي الخدمة الأساسية خدمة التشخيص، وهي وحدة التشخيص نفسها اللي تعتبر من أول وحدات المركز، اللي بناء عليه يقوم تشخيص الأطفال اللي أولياء أمورهم يعانون من مشاكل تعليمية معاهم. وعملية التشخيص تكون يا أن الطلبة يكونوا من مدارس عربية حكومية أو مدارس خاصة عربية أو مدارس ثنائية اللغة. هذا بالنسبة حق وحدة التشخيص. بالإضافة عندنا برنامج تربوي، برنامج صباحي، وهذا البرنامج يستقبل فقط طلبة صعوبات التعلم اللي تم تشخيصهم أنهم طلبة صعوبات التعلم، وهم يستقبلون من صف ثالث ابتدائي للصف التاسع. بالإضافة عندنا البرنامج المسائي، وهذا البرنامج المسائي كذلك يستقبل طلبة صعوبات التعلم اللي تم تشخيصهم صعوبات تعلم، بس المدى التعليمي عندنا حق البرنامج المسائي لمرحلة الثانوية يعني للصف 12، وهو برنامج كذلك علاجي. عندنا وحدة التدريب، هذه وحدة التدريب تقدم دورات تدريبية حق معلمين وزارة التربية، حق أولياء أمور، تعطي دورات داخل الكويت وخارج الكويت. حلو. هذا بالنسبة حق وحدة التدريب. عندنا مكتبة صعوبات التعلم، هي تعتبر من أفخم من أكبر المكتبات اللي تلم أكبر عدد كبير من مراجع أو كتب لها علاقة في صعوبات التعلم بكل اللغتين، اللغة العربية والإنجليزية. عندنا وحدة الأبحاث، هي اللي تكون في تصميم وتقنين الاختبارات اللي تساعدنا في تشخيص طلبة صعوبات التعلم. نعم ما شاء الله، في كثير من الأقسام يعني أستاذة منتهى بعد في ايضا. لا هذا بالنسبه حق يعني الاقسام اللي عندنا موجوده في المركز. نعم يعني مجهود كبير قاعدين تقومون فيه اكيد من خلال مركز تقويم وتعليم الطفل. اليوم نسمع كثير عن مصطلح التشخيص المبكر او حتى التدخل المبكر. احنا ودنا اليوم من خلال هذا اللقاء نفسر في هذا الموضوع اكثر، يعني شنو هو التدخل المبكر او حتى التشخيص المبكر؟ هو شوي عندنا التدخل المبكر، يعني ان انا كولي امر من الاحظ ان في مشكله عند طفلي في المرحله العمريه المبكره، وسويت تدخلات علاجيه، دخلت بعض الامور اللي اعالج فيها المشكله وشفت ما في اي تطور في قدراته او تطور في الجانب، يعني ما قاعد يتغير الأكاري. ما قاعد يتغير على نفس المستوى، لازم الجا حق التشخيص. التدخل المبكر نقدر نقول من مرحله رياض الاطفال لبدايه المرحلة الابتدائية، يعني ما ننطر الطالب لما يوصل مرحلة المتوسطة والثانوية وأنا هني المشكلة صارت كبيرة نقول بنسوي له عملية التشخيص، لأنه يكون زادت الفجوة وزادت المشكلة. التدخل المبكر تكون في مراحل العمرية المبكرة. شلون يكون التدخل المبكر؟ شنو خلينا نقول الطرق اللي تستخدمونها حتى يتم التدخل المبكر وعلى اثرها يتم التشخيص المبكر؟ لا اول شيء التشخيص، اول شيء التشخيص،
التدخل المبكر يعني ولا الامر مو حسب مشكلته مشكله طفله يلجا حق التشخيص. التشخيص هنا عندنا عده مراحل تمر عده خطوات. شنو هي اول خطوه للتشخيص؟ انه ولي الامر يقدم طلب انه هو بيسوي اختبارات تشخيصيه حق طفله. بهالاختبارات في استماره يعبيها ولي الامر تجمع جميع المعلومات اللي لها علاقه بالطفل. مثلا من تاريخه سبب التحويل، ليش انا بسوي الاختبارات التشخيصيه، تاريخ الفتره مرحله الحمل والولاده، تاريخ الصحي للطفل واذا في تقارير طبيه حقه، تاريخ التطوري حبيه مشايه، تاريخ الدراسي، يعني من بظهور المشكله لما انا كولي امر جبت ولدي حق التشخيص، هذه انك لازم يكون عندنا معلومات كافيه عنها. حلو. بالاضافه الى اوراق اوراق رسميه او ثبوتيات عن الطفل نفسه، بطاقه المدنية، تقارير الدراسية، تقارير شهادات الدراسية وتقارير من المدرسة نفسها. كنا احنا وحدة التشخيص، انا ما اقدر الجأ حق المدرسة او المعلمة عشان اعرف وضع الطالب داخل الصف. مفروض ولي الامر من التعاون بيننا وبين المدارس ووزارة التربية احنا نعطي في تواصل اكيد بقى ما بعد التشخيص، في تواصل كبير مع المدرسه. يكتب لنا المعلمين تقرير عن الطالب في كل ماده، يعني ماده اللغه العربيه المواد الاساسيه شنو وضع الطالب داخل الحصه، يرجعها ولي الامر حقنا. هني الاخصائي يدرس الملف من بدايه لنهايه. وبالاضافه بعد في شيء مهم واساسي، فحص السمع وفحص النظر. احنا اي طفل اي طالب مفروض قبل لا يختبر نكون مسوي له ولي امره، مو احنا فحص سمع وفحص نظر، لان انتم عارفين ان الطالب ومن يتلقى التعليم اي مداخل حسيه اللي تساعده في عمليه التعلم، حاسه السمع وحاسه البصر. واطفال كثيرين او لي امور يعانون من مشاكل معهم، تبين بعدين ان هذا الطفل عنده مشكله سمعيه، عنده مشكله بصريه، ما يشوف عدا عشان كذي نقله او قراءته سبب عضوي مو سببه يمكن يكون في القدره العقليه نفسها. بعد ما ترجع هذه الاوراق ويتم الاخصائي النفسي بدراستها، يسوي مقابله حق ولي الامر، يتاكد من المعلومات الموجوده ونفهم طبيعه الطفل نفسه من الناحيه النفسيه، شلون انا بتعاون معه بتعامل معه، شنو الاشياء اللي يحبها وما يحبها، لان انا الاخصائي النفسي لازم يكون دقيق مع الطفل. ما بجلسة الاختبار ما يركز أو ما يتطرق حق أمور الطفل يكرهها أو ما يحبها، يأثر عليه ويأثر على أداءه داخل جلسة الاختبار، فما يكون متجاوب على شنو، ما راح يكون متجاوب معنا. بالإضافة نضبط المتغيرات اللي يمكن تكون تأثر على أداء الطفل، وهذه النقطة وايد أكد عليها في تواصلنا مع بعض الأخصائيين النفسيين بوزارة التربية. الطفل قبل لا يختبر لازم يكون حالته الصحية زينة، حالته النفسيه زينه، نايم ماكل، يعني ما اخذه بنهايه الدوام ولا اخذه هو ما تأمرها او اخذه من حصه ماده اساسيه وتعال بطبق عليه اختبار وهو اساسا عنده مشاكل تعليميه وقاعد ياثر عليه من جانب التعليم، فهي ما راح يتعاون ضغط عليه ما راح يتعاون معي. فنضبط هذه المتغيرات بعدين الوصي والامر نضبطها حق يوم جلسه الاختبار. بجلسه الاختبار عندنا احنا بطاريه كبيره من الاختبارات. هذه بطارية الاختبارات ينتقي منها الأخصائي شنو هو مناسب حق الطفل، حسب يعني حالة الطفل، يعني على حسب عمره وحالته والشكوى نفسها. في اكيد عندنا الاختبارات، اختبار وكسلر لذكاء الاطفال وهذا مقننته وزاره التربيه، عندنا اختبار ستانفورد بنيه الطبع الرابعه. هذول الاختبارين المعتمدين المعتمدين في مركزنا، مركز تعليم الطفل في وزاره التربيه، المفروض باي جهه معتمده يكون يطبقون اختبارات مقننه على البيئه المحليه، يعني ما اجيب انا اختبار عالمي مقنن اطبقه على الطفل، لان احنا ما بعد التطبيق عندنا معايير نقارن. نعم انا ودي اتكلم بهالموضوع تحديدا استاذه منتهى، ذكرتي نقطه وايد مهمه، يعني انتبه لنوع الاختبار. اليوم في كثير من المراكز ممكن تقدم لي هذه الاستشارات، نعم، وممكن تقيم حاله الطفل او مستوى حتى ذكاء الطفل. واليوم ذكرتي نوعين من الاختبار اللي بالكويت، معنا وكسلر وايضا الاختبار الثاني ستانفورد. هذول الاثنين معتمدين داخل دوله الكويت. نعم. يعني الاهل اليوم لما يودون الطفل في اي مركز ان كان، هل هذا ضروري انه هو يتاكد شنو نوع الاختبار اللي قاعد يطبق على الطفل؟ أكيد.
اكيد اختي، لازم يتاكد من نوعيه الاختبار، لان انا ما بعد التشخيص انا وديت طفلي شخصته بهالمركز مركز معين أي. عندنا او مركز ثاني باخذ تقرير، التقرير اذا كان الاختبار مو مقنن او مو معتمد في دوله الكويت لا راح تاخذ فيه وزاره التربيه او اي جهه ثانيه، اي جهه علاجيه، في بعض الجهات اللي تقدم خدمات حق الطلبه او الاطفال اللي عندهم مشاكل من الهيئه العامه شؤون ذوي الاعاقه، اذا كان الاختبار مو مقنن ما راح يعني مو معتمد، مو معتمد التطبيق يكون يناسب البيئه اللي هو على اساسها راح يتم اختباره. هذا بالنسبه حق الاختبارات اللي احنا نطبقها، في عندنا احنا اختبارات ينفرد فيها المركز، هذا ما حد اي ما في اي جهه بدوله الكويت تطبقها الا مركزنا، مركز تقويم تعليم الطفل. اختبار قسى الذاكره قصيره المدى والمداخل الحسيه المناسبه حق الطفل، بالاضافه حق اختبار قسى الادراك البصري الحركي، لان احنا عندنا طفل عنده مشكله في عمليه النقل، بنشوف الادراك البصري الحركي لما يشوف الشيء وصوره تروح المخ وتنقل يقدر ينقلها مثل الطالب العادي. هذا الاختبار خاص فيه يعني. احنا مقننين اللي هو يسمونه تآزر بصري حركي، ادراك البصري الحركي، مقننين المركز تقويم تعليم الطفل، يعني مقننين على اطفال دوله الكويت، يعني مو مقنن مقنن. بالاضافه عندنا اختبار اسم المفردات الصوريه، هذا الاختبار يقيس الحصيله اللغويه باللغه العربيه الفصحى للطفل. هذا الاختبار تطبق على اغلب الاطفال. بعد ما يتصلح هذه الاختبارات عندنا اختبارات ثانيه لها مجال صعوبات التعلم. انا اختبرت هذا الطفل وبين ذكاء طبيعي، الذكاء الطبيعي من 85 فما فوق. فالذكاء مو من 100، في بعض اولياء الامور يقول استاذه ولدي ذكي يا ب 79 يا ب 80. 80 مو من 100 ترى، الذكاء متوسطه 100. فلما نقول هذا الطفل ياب 85 يدش ضمن المدى الطبيعي، يعني طبيعي ما عنده مشكله، ضمن المدى الطبيعي. نعم ضمن المدى الطبيعي، لان الذكاء مو قلنا احنا المتوسطه من 90 ل 109، وبعدين عندنا اللي فوق المتوسط، في عندنا موهوبين عقليا مثل ما عندنا اللي اقل من الطبيعي من 89 لما 80 تحت المتوسط، في عندنا فئه الحدي اللي هي 79 لما 70، وفئه التاخر الذهني وهم من مستوياتها ودرجاتها. هو من كم لازم يكون الاختبار، ولا كل يعني رقم له مؤشرات معينه؟ كل رقم له مؤشر مثل ما قلت لك، يعني من 69 فما دون تاخر ذهني ومستوياته بسيط ومتوسط وشديد وعميق. في عندنا فئه بطء التعلم درجه ذكاها من كم؟ من 70 لما 84، هاي فئه بطء التعلم بطيء. من 85 فما فوق، يعني هني نكون دش ضمن المدى الطبيعي اللي احتمال منهم يكون هذا الطالب صعوبات التعلم، يعني طالب صعوبات التعلم طالب ذكي ذكاء طبيعي بس يعاني من مشاكل تعليمية نتيجة في خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي. عشان كذي احنا نطبق عليهم اختبارات خاصة في صعوبات التعلم. هم من مقننها مركز تعلم الطفل تشوف اذا عنده مشكلة الديسلكسيا، الديسجرافيا، الديسبراكسيا، يعني نقول باللغه العربيه عسر القراءه، عسر الكتابه، عسر الرياضيات، عسر التعازر البصري الحركي. الاختبارات هذه المقننه اختبار اسمه معالجه الاصوات، اختبار اسمه ذاكرة العاملة، اختبار الرسم الكتابي والوعي المورفولوجي، اختبار القراءة والإملاء. هذيلا مقننين، مقننهم مركز تقويم تعلم الطفل، نطبقهم بس على الأطفال اللي عندهم الاحتمال اللي نشك أنه عنده صعوبات تعلمية. جميل. هي اللي تقول لنا هذا الطالب عنده صعوبة تعلم ولا لا؟ ما شاء الله كثير من الاختبارات يعني لحد يشخص بروحه ويقول في صعوبات تعلم ولا في مشكلة يعني. والتشخيص مو بجلسة واحدة. وهذا اللي بس الجلسات اللي الفترة اللي ياخذها في الاختبارات وش كثر وطبيعة الاختبارات استاذة منتهى، هل هي شفوية كتابية شنو طبيعة؟ في مثل الحين على حسب نوع الاختبار، حتى الاختبار مثل الوكسلر في جانب لفظ وجانب عملي، شيء شفوي له علاقة باللغة، لأن احنا شنو نقيس شو اسمه بالاختبار بالاختبارات الذكاء؟ نقيس القدرات العقلية اللي بها الطفل عشان يتعلم. الطفل عشان يتعلم أو أي إنسان عشان يتعلم يكتسب مهارات تعليمية شنو يبي؟ يبي انتباه، يبي ذاكرة، يبي لغه، يبي ادراك بصري، يبي ادراك تفكير مجرد. الامور هذه هي اللي نقيسها بالاختبارات، في منها عملي وفي منها لفظي. حلو. بناء على بنود معينه هي ومعايير هي اللي تقول لنا هذا الطفل ذكاء طبيعي او غير طبيعي. طيب هذه بعد ما تطلعون بحصيله الاختبارات لكل شخص ياكم اكيد يكون لكم تواصل مع المدرسه اللي هو يكون فيها حتى تحطون المدرسين مدرسين هذا الطالب على قولتهم على اليادة. شلون يكون التواصل معهم؟ يعني ما بعد في عندنا خطوه
الثاني التشخيص التربوي مهم، احنا نشتغل كفريق متكامل عند التربوي اللغه العربيه والرياضيات بعد ما والمدارس العربيه والانجليزي حق الطلبه اليوم المدارس ثنائيه لغه. تواصلنا بعد ما نختبر هذا الطفل وينكتب التقرير وتنحط التوصيات ونعرف شنو نقاط الضعف عنده، نسلم ولي امر تقرير. هذا التقرير ولي الامر يعطيه حق الاخصائي النفسي داخل المدرسه ويتم تواصلنا معهم عن طريق اتصال بيننا وبين المدرسه، نحدد موعد زياره. الحين انا الطفل اعطيت ولي الامر ارشادات انه لازم ولدك صعوبات تعلم تشتغل معه كيت وكيت وكيت وهذه الطريقه هذه. الحين المدرسه لان الجانب المهم الجانب المحبط الجانب اللي ينزل من تقدير الذات عند الطالب، لازم احنا نتواصل معاهم عشان يساعدون هذا الطفل. فعن طريق تحديد موعد وزياره مدرسه نقابل الاخصائي النفسي او اخصائي اجتماعي اداره المدرسه مدير المدرسه، والحمد لله وايد مدراء مدرسه متعاونين معانا بالاضافه حق معلمين الطالب نفسه، نقعد مع معلمين الطالب نفسه نفهمهم شنو هي صعوبات التعلم بشكل عام وشنو الصعوبه التعلم اللي عاني منها هذا الطفل او هذه الطفله اللي احنا جايين زياره، وشلون تقدرين انت كمعلم بحدود الصف تقدرين تساعد. احنا ما نضغط على المعلمين انه يعطون شيء اكثر من طاقتهم لان مو متخصصين، صح انه يكون مختص مو متخصصين. فانت كمعلمه صف عادي شلون تقدرين تساعدين هذه الطفله او هذا الطفل بالاضافه حق الجانب الاكاديمي والجانب النفسي. انا عندي يعني مداخله استاذه، يعني اليوم احنا نتكلم عن موضوع صراحه كبير مو صغير، يعني من خلال الملاحظات اللي ذكرتيها وأكثر من اختبار يمر على هذا الطفل علشان نعرف شنو هي المشكلة. اليوم الأهل الصراحة بحيرة من أمرهم، طفل ما يتكلم، طفل عنده بعض السلوكيات الغريبة، طفل ما يركز، وترى في أهل يشخصون من نفسهم، في ناس بعد يرانهم أهلهم صديقاتهم يعطونك هذا الطفل عنده هذه المشكلة مثلا. فاليوم إذا الأهل شكوا مجرد شك أن الطفل هذا عنده مشكلة، هل تنصحين اليوم على طول لأحد المراكز المعترفة داخل دولة الكويت نودي؟ أكيد، من غير ما إحنا ننطر على الطفل مثلا خلينا نقول في المراحل الأولى السنوات الأولى. بالعكس إحنا نشجع على التشخيص المبكر. يعني أنا كولية أمر من ألاحظ أن طفلي صار عنده تأخير أو أي شيء من اللي ذكرتي أن أنا ما ألجأ مثل والله خبرات شخصية من محيط الأسرة ومن محيط العائلة أو الجيران والأصدقاء هم اللي يرشدوني، أنا أروح حق مراكز متخصصة ومعتمدة أن هنا هم اللي يشخصون للطفل، هم اللي ألجأ لهم في أن أقعد معاهم وأشرح مشكلة طفلي وأشوف هل هو محتاج. ترى بعض الحالات أختي ما نشخصهم، تي ولية الأمر تفتح ملف أقعد معاها أقول لها سوي كذي كذي والأمور هذه واشتغلي مع طفلك بهالطريقة هذه. بعد فترة زمنية تعالي شخصي، إذا ما تقدم يفضل يتشخص ولازم يتطور، يعني لازم يتطور. يعني بناء على مثلا سويتي فحص سمع، سويتي فحص نظر وقالت لي استاذة بين انه مثلا والله تأخر باللغة، وتسمع مثلا والله سمعت من امها من الجده ان كلكم انتم تاخرتوا بالكلام، ما ناخذ على الكلام هذا. انا المفروض اروح اسوي فحص سمع وفحص فحص السمع حق الطفل واشوف شنو المشكله، بين ان عنده مشكله صحيه فعلا. تجمع ماي ورا طبله الاذن، في مشاكل بالاذن، اسوي عمل سهلها سهل واقدم جلسات تخاطب. هني بعد ما انا سويت الفحوصات الطبيه وتلقى العلاج المناسب وقدمت خدمات علاجيه جلسات النطق، في بعض الأطفال يتقدمون وخلاص الموضوع تسكر، في بعض الأطفال لا يظلون المشكلة موجودة، مشكلة عدم التركيز ومشكلة الانتباه تظل حتى ما نعطيهم التوصية تظل موجودة. هني نقول حق ولي الأمر مثلا أعطي تقريبا 6 أشهر سنة، بعدين إذا ما لاحظتي في أي تقدم تعالي سوي له اختبارات تشخيص. خلاص بلش مشوار التشخيص ومشوارها تتابع ولدها أول بأول. كلمة أخيرة حابة تقولينها معانا أستاذة منتهى من خلال هذا اللقاء المميز مع حضرتك. حبيبتي ان انا انصح اي ولي امر او ولية امر ان ما تتاخر في تشخيص طفلها، تاخذ راي المعلمات. بعض المعلمات يقولون والله يعني استاذه احنا ما نعطي دورات حق معلم، نصحنا قلنا حق اولي امور
ما يقتنعون. سمعتي مثلا شكوى من معلمة، سمعتي شكوى من إدارة مدرسة، أو أنت كأم لاحظتي وأحد قال لك أن طفلك عنده مشكلة، لا تتأخرين، لأن تأخيرك مو صالح الطفل. إحنا نعرف كل مراكز وكل المدارس اللي تقدم خدمات حق ذوي الاحتياج لها مدى عمري معين، إذا تخطيتي ما في أحد راح يقبل طفلك، راح تزيد الفجوة، بدل ما كانت الفجوة سنة سنتين راح تصير الفجوة 4 سنوات 5 سنوات، يصير الشغل معاها يبي له جهد أكثر ويبي له وقت زمني أطول. فكان كل ما كان التشخيص مبكر كان لصالح الطفل في التطور أحسن. إذا التشخيص المبكر والتدخل المبكر هو الحل الأمثل. نعم. لكثير من الأطفال اللي يعانون من مشاكل، سواء كان يعني مشاكل في النطق واللغة أو حتى في التركيز وغيرها من هذه الأمور. إحنا شاكرين لك أستاذة منتهى الحمد، فعلا يعني نورتينا اليوم في صباح الخير يا كويت، نورتي بصيرتنا يعني حبيبتي. ومعلوماتنا زدتي من حصيلتها كثير يعني من الأمور والنقاط اللي ذكرتيها من خلال اهتمامنا بأطفالنا وعيالنا اللي هم طبعا إن شاء الله يكونون قادة المستقبل. شكرا لك، حياك الله معنا، وأنا سعدت في لقائكم ويعطيكم العافية ومشكورين كلكم على هاللقاء. حياك الله والساعة المباركة، شرفتينا ونورتينا. الله يبارك فيك، الله يحفظك ويسلمك. بنروح معكم حق فقرة أخرى من فقرات صباح الخير الكويت. إذا كان عملك هو القهوة فهذه الفقرة مناسبة جدا لك حتى تشوف التعرف على مستقبل المستدام للقهوة في الكويت الغالية. اليوم بدور مقيم باريستا وعضو معتمد من المنظمة العالمية للقهوة المختصة راح تلقي لنا الضوء أكثر حول هذا الموضوع.